التسكير تلف المنتج. الحين اسرائيل طلبتنا ان نصدر البضاعه البندوره تبعتنا من غير قمع بدون القمع تبعها، ماشي، من غير قمع للضفه ولا اسرائيل. احنا كنا من قبل 7 شهور قبل الحصار كنا نصدر لاسرائيل من غير قمع ونصدر للضفه بقمع. الحين بطالبونا بدنا نصدر للضفه ولا اسرائيل من غير قمع، بتمشيش معنا الضفه، هذا بتمشيش في الضفه. ليش العرب باكلوش البندورة؟ انت بتقدر تاكل بندورة زي هيك ولا بتشتري زي هيك؟ هذا انا لما اجيب قمحة من هان هيك ايش بصير فيها؟ ها بتنتخس 3 ايام بتضرب الحبة، بس يتم القمح تبعها فيها ممكن تقعد 7 ايام 5 ايام 6 ايام والبندورة تقعد الجودة كويسة وحلوة ونظيفة. لما انا اجيب على 50 صندوق بده ينقي لي 50 صندوق زي هدول، ال 50 صندوق بدهم 40 شيكل 40 شيكل او 50 شيكل 3 عمال بدهم 7 في 4 ساعات بدهم 12 ساعة 12 في 5 50 شيكل 50. والكرتون هذه حقها لما انا ابيعها ب 5 شيكل 50 50 في 5 ب 250 شيكل 250، وهذا حقها وقيم القمع كمان ب 50 بصير 100 شيكل. حق الكرتون هذه 2 شيكل و20 2 شيكل و30 و7 شيكل نقل، بتكون الكرتونة انت طلعت ايش؟ نظيف، بتطلعش لك ولا حاجة. الحمام اليوم بكلف، فادي بكلف، زرعتها هذه بكلف الدلم الواحد لا يقل عن 7000 من 7000 ل 5000 شيكل 5000 شيكل. والأدوية قالوا ما فيش دواء كمان، هي التسكير، ما فيش دواء. في دواء، اليوم لتر الدواء من 300 ل 400 شيكل ل 500 شيكل 600 شيكل 700 شيكل. الجرام ال 10 جرام ب 10 شيكل. انا ان ما سويت ان بعت هذا ما بعتش هذا المقاس، هذا ان ما نباعش اقل من 20 شيكل اقل من 20 شيكل بخسر، هذا اقل من 20 شيكل 15 شيكل بخسر، هذا 12 كيلو يعني الكيلو بتطلع بشيكل ونص او 2 شيكل، يعني اصبح هذا بخسر. المطلوب احنا بنطالب السلطات الاسرائيليه تسهل لنا الطرق وتفتح لنا زي ما كان قبل. كيف كانوا بيصدروا قبل في اول الشهر من غير قمع وفي وبعدين باقي الشهر كله للضفة بقمع زي هيك عشان نسوق بضاعتنا، ما تتمش البضاعة زي هيك. هذا بتنجان سبب التسكير، كله صار أحمر كله سبب التسكير. هذا واحد، هذا ولا إشي، أخذك على المزارع شوف عينك، أنا بدي أركبك وتطلع صحافة على المزارع اللي جو عندنا لتشوف البندورة من فوق لتحت، 5 برود 10 برود زي ما هن، 11 برج كله زي ما هو. 50 يوما ونحن نعاني الأمرين من تلف محاصيلنا على أغصانها بدون أي جدوى. 50 يوما ونحن نناشد ونطالب بإنقاذ محاصيلنا التصديرية ولا مجيب. 50 يوما ومعبر كرم أبو سالم المنفذ الوحيد لمنتجاتنا مغلق أمام محاصيلنا التسويقية والتصديرية بلا أمل. ونحذر من توقف العملية الزراعية نتيجة لعزوف المزارعين عن الزراعة في ظل تدني الأسعار المحلية ومنع الاحتلال السماح لمنتجاتهم بالتسويق للضفة الغربية والتصدير للدول العربية